السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ وحشتونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم اخوكم مصطفى. موضوع فيديو النهاردة اللي هو ازاي تخلي الحمام يلحم العش بالعش ويبيض على الزغاليل. معانا هو تلاقينا يا جماعة، عشان محدش يقول ان انا بقول اي كلام. حمام ده حمام زاجل مش حمام لاحم. طبعا كلكم عارفين الحمام اللاحم اللي هو بيتقال عليه ان هو بيلحم العش بالعش. مش شرط يا جماعة الحمام اللاحم، بس الحمام على حسب الرعاية. لو الحمام انت بتراعيه كويس هقول لك ازاي تراعيه كويس وتخليه يلحم العش بالعش. هنقول لسه الزغاليل دي، والله يا جماعة اهو دي زغاليلهم لسه بدري عليهم، يعني لو قلنا دول 3 اسابيع او يمكن ما يكملوش كمان، انا ما حسبت لهمش، لكن هما في الحدود دي. الحمامة امهم باضت بيض اهو، وان شاء الله بكره تبيض البيضه التانيه. هي بيضه البيضه دي من اول امبارح كمان، يعني ما شاء الله الزغاليل لسه صغيرين. لو شفنا هنا كمان دي ولادها لسه دوبك خرجهم، يدوب لسه خرجهم. فالحمام بيلحم يا جماعه، مش الحمام اللحم بس. ازاي هنخلي الحمام يبيض وما يقطعش بيض، ولا بيبيض بيضه واحده يبيض البطين، وازاي تخلي الحمام يقر بيض وما تلحقش تبيع زغاليل. تعال نشوف كده مع بعض. طبعا هنا لسه صغيرين، احنا مش هنضيع وقت كتير علشان نشوف هنعمل ايه الوصفات اللي احنا بنعملها، وايه اهم حاجة بنعملها علشان الحمام يبيض وما يقطعش بيض، وايه الاسباب اللي بتخلي الحمام يبيض بيضة واحدة او ما يبيضش خالص. هنقول على الاسباب اللي هي الشائعة والمعروفة واللي مربين كتير ما تعرفهاش. هقول لك على السر، سر مهم جدا وخطير جدا. تعال معانا نشوف الفيديو. اول حاجة معانا يا جماعة التحديق. التحديق ده اهم حاجة. انت لو ما بتحطش تحديق هتقولي الحمام ما بيبيضش، لا مش هيبيض الحمام، مش هيبيض، لازم التحديق ده. التحديق ده مكون من ايه؟ ده تحديق البلدي اللي هو معمول متصنع يدوي من حاجات يعني ببلاش كده، بيلمهم المحار او القواقع اللي هي من البحر من المالح يعني، مع رمل البحر كمان عشان يبقى مالح زيه. حتى هي لسه مرتبة، احنا هنحطها في الشمس تتحمص تتشمس، يعني مش هنحطها كده، لكن انا بوريها لحضراتكم. عبارة عن رمل وقواقع او محار او البكلاويز زي ما بيتقال عليه في المدن الساحلية، وبيتضاف عليه ملح، وبيتضاف عليه جير، واحيانا يضاف عليه الفحم، واحيانا هدد المباني وشرب الارض او تراب الارض الزراعية، الارض الطينية يا جماعة. ده بالنسبة للي هو البلدي ده. طيب في كمان انواع تانية، انواع كتير طبعا. عشان نعمل دعاية لحد هنلفها كده، احنا ما بنعملش دعاية لحد عشان محدش يقول. في اكياس جاهزة زي كده، في كيس مثلا ب10 جنيه، في اكياس ب30 ب50 على حسب ما هو متعبي. الكيس ده كيلو ب10 جنيه. طيب هنفتح الكيس ده ونشوف. ده مش اول حاجة يا جماعة، مش اول سبب، ده انا بنقول ده سبب من الاسباب، ده سبب من الاسباب. هنفتح الكيس بتاعنا بالمقص كده ونشوف الكيس جواه ايه. اهو يا جماعه جواه حصى زي ما بتقال عليه مثلا جرانيت اللي بيستخدم في صناعه البلاط، وفي بذور كتير، في بذور يعني معظم انواع البذور اللي هي البذور الرفيعه، بذور رفيعة اللي هي زي بذور اللفت، بذور الجرجير، بذور الفجل، البذور الناعمة اللي زي كده يا جماعة، مش عارف ايه بذور تاني، ويمكن في بلكم بتاع العصافير، والبذرة الكبيرة دي مش عارف ايه دي، بين لوبيا. يعني هي خلطة من البذور مع التحديق ده اللي هو الحصى اللي هو زي الجرانيت ده، زي ما قلنا حجارة من الجبل. لكن هي انت ما تتعبش نفسك، انت تشتري الكيس ده ب10 جنيه. لو انت ما لقيتش الكيس، احنا بنقول الوصفة البلدي اللي انت تلاقيه قدمه للحمام. ده حاجة من الحاجات. لسه في حاجات تانية، اسباب تانية بتخلي الحمام ما يبيضش يا جماعة. استنى هنقدم من الكيس ده
للحمام، هينقي اللي هو محتاجه، هنقدم الكيس ده الشوية دول ودول كمان، هيبقى عنده المكونين مع بعض يختار اللي هو محتاج لي. تمام، يبقى ده السبب اللي هو ده سبب كمان اللي يخلي الحمام مش هيبيض لو ما بتقدمش التحديق. تمام، يبقى كده ده السبب الاول، التحديق يخلي الحمام ما يبيضش. السبب التاني تغذية الحمام. تعال نشوف تغذية الحمام، بتكلمنا عنها كتير. التغذية الحمام يا جماعة لازم تكون متكاملة. شوف كده قربنا خالص اهو، بص عد الاصناف اللي فيها، الاصناف اللي فيها دورة حمام، هو دورة الابيض ده دورة الحمام، زائد الدورة الاصفر او ابيض مش مشكلة، اللي هو الدورة اللي بيتشيو اصلا وده متناشف منه، البسلة، الفول، فول، هما شوية دول فوم شوية قليلين، انا بشتري فول وبزوده، دي الخلطة اللي بتيجي الجاهزة يا جماعة، او الكلفة اللي بتيجي الجاهزة، الفول زائد الغلة، زائد عليها كمان الغلة، في علف فراخ اهو بعض حباية لكن قليلة جدا، زي ما قلنا اللي يستخدمها في أضيق الحدود، اهو العلف باين اهو في الصورة، علف الفراخ اهي الحباية اهي بانت اهي الحباية دي، هنجيبها اهو، زائد ان بيتحط عليها عدس، لكن انصحك ان انت تزود عليها الفول لما تشتريها، زود عليها الفول، طالما الحمام بياكل الفول تعرف ان الحمام عايز فول، الفول هيخلي البيض الحمام يقر بيض يا جماعة، الحمام لو كل الخلطة المتوازنة، وما تشتريش الرخيصة اللي منها الدراية الكبيرة دي البيضة دي، لو اشتريت اللي هي الدراية الصفرة لا مش كويس، في دراية كده من الابيض ده تحس انها عليها القشر ودراية تتعب الحمام. طيب يبقى مهم تاني حاجة اللي هي الكلفة دي زي ما قلنا المتوازنة. تالت سبب اللي هو هيمنع الحمام ان هو يبيض، الديدان. الديدان لو الحمام عنده ديدان مش هتستناش منه بيض، او هيبيض بيضة واحدة، او هيطلع البيض فارغ، او زي ما قلنا البيض فارغ، سواء الذكور مش هتخص بالبيض والنيتي هتبيض بيضة واحدة او مش هتبيض، يبقى التلات اسباب دول كده تلات اسباب الحمام مش هيبيض. يبقى دي بتستخدم اي واحدة من دول كل تلات شهور، كل تلات شهور تاتي حسب الجرعة، في اللي بتاخد يومين وفي اللي بتاخد تلاتة، ده بيتاخد يومين، سطرات الفيبرازين بتاخد يومين وبتكرر بعد 14 يوم، وبندكس بيتاخد 3 ايام لمدة 3 ايام وبرضه بيتكرر بعد 14 يوم، وده بيتاخد نجيب الاسم بيتاخد مرة يوم واحد وبتكرر بعد 10 ايام من اسبوع ل 10 ايام اللي هو الاخراني ده. طبعا انا عامل لهم فيديو مقارنة التلاتة، هسيب لك المقارنة دي في رابط صندوق الوصف. كل هدفنا يا جماعة الانتاج وزيادة الانتاج، كل اللي بنبحث عنه ان انت ازاي تطلع زغليل كتير والحمام يكون بصحة جيدة علشان يبيض ويطلع زغليل كتير. الحمام مش هيبيض ولا يطلع زغليل الا اذا كان ان شاء الله بصحة جيدة. ارجو يكون عجبك الفيديو، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.